طيب محاضرتنا اليوم عن الانفورميشن ريتريفال هي انتروداكشن تلكو المحاضره مسجله على البلوك تبع الكورس كمان هذا اللينك في عندنا محاضره مقسمه 5 أجزاء حناخذ البيسكس تاعت الانفورميشن ريتريفال وشو يعني الانفورميشن ريتريفال حناخذ شيء نسميه تيرم اندكس ماتريكس بعدين حناخذ الانفيرتد اندكس بعدين حنشوف كيف نعمل كويريز على الانفيرتد اندكس طبعا هذه المحاضره في جزء منها ماخذ انا من كريس مانيك محاضرته كمان موجوده على اليوتيوب يعني للي كمان بحب يتفرج عليه ومش علي انا كمان موجود طيب شو هو الانفورميشن ريتريفال؟ الانفورميشن ريتريفال زي ما الكلمه نفسها بتحكي انه استرجاع معلومات بس كيف؟ المهمه وعلى فكره لما تشوفوا اي ار يعني كلمه اي ار از ابريفيشن از فيري كومن هدفنا ان نرجع دوكيومنتس مثلا وهلا بنشوف قد يكون دوكيومنتس او داتا وبنحكي عن هون اهم نقطه اللي بقولها عن ان ستراكشر داتا يعني ما بنحكي عن يعني واحد بيقول لي هل اس كيو ال انفورميشن ريتريفال مش هذا المقصود الانفورميشن ريتريفال المقصود بالانفورميشن ريتريفال انها تكون ان ستراكشر يعني ما لانه هناك اس كيو ال ستراكشر فبنحكي عن الان ستراكشر نيتشر اوف تكست وعادة احنا بنقول يعني بتكون هاي الانفورميشن ريتريفال الموجودة في مخزنة في يعني لارج كوليكشنز كل مخنا لما نقول انفورميشن ريتريفال بسترجع معلومات بروح على وين؟ على جوجل والويب سيرش بس اذا قلتوا اياها تنسوش انه لا في كيسز ثانية بنقدر نستعمل فيها الانفورميشن ريتريفال مثل الايميل لما تيجي تعمل سيرش الايميل تبعك ها مثل لما تيجي تبحث عن في اللابتوب تبعك عن فايل صح كل هاي هلا اللي بندرسه اليوم كله هذا تطبق في يعني هذا تطبيقات في عندنا قد يكون عندنا نولج بيس لمؤسسه قد يكون عندنا مثلا ليجل انفورميشن ريتريفال زي المكتفي عندنا في جامعه كبير زيت سيرش انجن فقط ل الدوكيومنتس قانونيه الكيسز والى اخره فالانفورميشن ريتريفال موضوع استعماله الايام هاي واسع جدا ومش ليميتد على الويب سيرش هذا النقطه اللي بقولها طيب بدي اوريكم شويه ستاتستكس مع اني ما بامنش فيها في صحتها كثير بس عشان ناخذ بس فكره انه في نص التسعينات كانت الان ستراكشر داتا مقارنه مع الستراكشر داتا يعني الان ستراكشر داتا كان في الان ستراكشر سوري مع انه كان الان ستراكشر داتا اكثر من الستراكشر داتا بس كان الشغل الشركات كله وين على الاستراكشر وكان جزء قليل من الابحاث على الانستراكشر ليتر الايام هاي يمكن حجم الانستراكشر داتا زاد كثير وعلى فكره والابحاث على الانستراكشر داتا زادت كثير على فكره هذا الكلام قد يكون مش صحيح يعني كل هدفنا من كلكم اياه في هذا السلايدز انه هذا انه موضوع الانفورميشن ريتريفال موضوع مهم جدا وعليه كميه كبيره من الابحاث بس ليش قد يكون مش صحيح؟ لانه احنا اليوم بنعيش بعصر او بدايه عصر ال بيج داتا بنحكي على ستراكشر وبالتالي الستراكشر برضه از بومينج والابحاث عليه كانت بتعمل بومينج طيب البيسك اسامبشنز لا انفورميشن لما نقول كلمه كوليكشن شو بنعني كوليكشن سيت اوف دوكيومنتس ليه
عادة لما بنحكي برضو information retrieval معظم الأحيان بنعني على static collection. شو يعني؟ على فكرة جوجل static ولا dynamic؟ static. لأن جوجل شو يعني static versus dynamic؟ جوجل شو بيساوي؟ يعني بروح بجيب كل الدوكيومنت، بجيب كل الويب بيجز على الانترنت، بخزن عنده اس دوكيومنت. مزبوط؟ هلا ولما وخليك تشتغل عليها بعد فتره اسبوع اسبوعين حسب فضاوتهم بردوا بلفوا كمان مره. بس لما تيجي تعمل كويريز كمان مره بيعمل كرول وبرد برجع بعمل لهم ريندكسنج. مزبوط؟ بس بدنا نتذكر انه انه ستيل ستاتيك، لان انا لما ببحث انا ممكن اليوم احذف شيء عن الويب سايت تبعي وجوجل يضل يجيب لك اياه. الحين ما يحدث ف على اي حال يعني هاي قصه ممكن ناخذها بعين الاعتبار، يعني ناخذها بعين الاعتبار انه نعمل ريفرشمنت كل فتره حسب السيناريو تبع الانفورميشن ريتريفر تبعنا. يعني مثلا اذا على الايميل، لا ايميل لازم ايش فورا كل ما بيجي ايميل ويطلع ايميل لازم الانفورميشن ريتريفر سيستم تبعي ياخذ بعين الاعتبار يتحدث. بس اذا بنحكي عن سيرتك انجن زي جوجل اسبوع اسبوعين 10 ايام قد يكون مناسب عشان نعمل ريفرشمنت للداتا تبعنا فحسب التطبيق. هلا فالجول تبعنا زي ما قلنا ريتريف دوكيومنتس with information that is relevant to the user. وهان الريليفانت هي المعضله، لانه ممكن نعمل ريتريفال لكثير شغلات ما تكون ايش ريليفانت. خلينا نشوف شو يعني بصير معنا لما نيجي لو بدنا نبحث في سيرش انجن شو اللي بصير معنا. تخيل لو انت عندك شوفت مايس وبدك تتخلص منه، ما بدك تأذيه، تتخلص منه. شو بخطر على بالك؟ كل بخطر على بالك، طلع يعني هاي بخطر على بالك وهاي بخطر على بالك يعني. بس خلينا نقول هون وكأن الانتيكر اللي خطر على بالك تدور فيه بتقول أنا بدي معلومات عن كيف how to remove my without killing. How to remove my without killing. بس لما تروح تكتب على جوجل مثلا على سيرش شو تكتب؟ تكتب بالضبط اللي انت فكرت فيه ولا طلع هون انت ليش هذا الجول تبعك؟ هون شو فكرت؟ هون صغت قلت how trap mice alive. صح؟ مش هذا يصير معكم؟ هلا نيجي بالسيرش انجن ونشوف مرات وين برضه بصير في عنا مشاكل. في السيرش انجن في عنا عندك انت تاسك وبدك معلومات، مزبوط؟ بتحول المعلومات لكويري. التاسك هاي فمرات بيكون في فرق بين اللي فكرت في الهدف تبعك واللي فكرت انك تساويه. هاي اللي بنسميها قد يكون في عنا مسكونسبشن. ولما تيجي تعمل فورميليشن للكويري تبعتك كانت انك تعمل مس فورميوليشن، يعني مش هذا مش لازم كتبت هيك، بجوز لازم كتبت شيء ثاني. وانتوا على جوجل شو بتساووا؟ انتوا على جوجل بتعيدوا كتابه الكويري تبعتكم مرات باكثر من صيغه عشان تلقوا المعلومات. طبعا لما بتروح الكويري على السيرش انجن وهي الكوليكشن هون، فالسيرش انجن شو بيساوي؟ بدور بالكاريزاتس وبعمل ريفاينمنت قد يكون يحسن عليها او يعيد ترتيبها او يحذف منها او الى اخره ويرجع لك الريسورس. هذا عمليا فيري كونسبتشوال ديسكريبشن لكيف عمليه السيرش بتصير معنا. خلينا ناخذ مفهومين لانه احنا بعنينا هون ندرس كيف بيصير معنا احنا لما الريزلتس، يعني قد يكون ريزلتس رجعت هون واحنا ما بدنا اياها، صح؟ وقد يكون ريزلتس ما
سوري ريليفنت انفورميشن ما كانتش ضمن نتائج البحث، صحيح؟ اول شيء قد يكون طلع شيء في النتائج ما له علاقه بالكويري تبعنا، يعني مش ريليفنت، صح؟ ها؟ وهو قد يكون في عندنا ريليفنت انفورميشن ما كانتش ضمن النتائج. باختصار وكانه عندك هاي الكوليكشن، عندك الاحمر اللي هو تطلعوش على هاي، طلعوا على هاي على على هاي على هاي هاي مش ريليفنت للكويري تبعتك، وهاي الكونس اللي ريليفنت للكويري تبعتك، بس الكويري شو رجع فيها؟ رجع فيها اشي اخضر، اشي ريليفنت لنا، ورجع فيها اشي مش ريليفنت لنا، وكمان في اشياء ريليفنت ما رجعتش، يعني هاي هذول الاشياء كمان، يعني ايديالي كل الاخضر هذا كله لو هاي اخضر كمان كله لازم رجع، صح؟ بس مش هذا اللي رجع، اللي رجع اشي مخرج. في معيارين تو ميجرز، لا قياس اداء محرك لقياس اداء في الانفورميشن معيارين، هذولا يعني انتم لازم تكونوا فاهمينهم ليه، لان هذولا هم الكور الكور نوشنز المفاهيم الاساسيه في الانفورميشن. واحد اسمه بريسيشن، واحد اسمه ريكول. شو يعني؟ فانت لما تعمل سيرش انجن لازم فورا تروح شو تساوي؟ تقيس البريسيشن والريكول تبع السيرش انجن تبعك. هاتوا شو يعني بريسيشن؟ بريسيشن اللي هو الفراكشن اوف ريتريف دوكيومنتس ذات ار ريليفنت تو ذا يوزر تو ذا يوزرز انفورميشن. يعني بالعربي نسبة الصحيح، نسبة الدوكيومنتس الصحيحة من ضمن كل اللي رجع، صح؟ يعني البريسيشن عشان نحسبه بدي اروح اشوف شو الريليفنت دوكيومنتس، ترى ريليفنت دوكيومنتس يعني وكانه كل شيء ريليفنت دوكيومنت هذول، يعني خذ هذول وهذا، يعني هاي المنطقه وهاي المنطقه، هاي هي الريليفنت دوكيومنتس، هي الريليفنت دوكيومنتس. تقاطع اللي رجع ها شو بيطلع عندي؟ هذول، صح؟ بيطلع عندي هذول، واضحه؟ فهي نسبه الدوكيومنتس اللي ريليفنت لإلي ضمن النتائج اللي او الدوكيومنتس اللي تم استرجاعها. هاي هي البريسيشن. ريكول الفراكشن اوف ريليفنت دوكيومنتس ان كوليكشن ذات ار ريتريف، يعني نسبة الصحيح المسترجع من بين جميع الدوكيومنتس الصحيحة. ريليفنت يعني نسبة عمليا هذول نسبة هذول الصحيح المسترجع مع هاي الأخضر اللي رجع، نسبة هذول من ضمن كل الأخضر. فكيف؟ ده أول شيء هي ريليفنت دوكيومنتس في كل شيء. ريليفنت دوكيومنتس يعني كل الأخضر هذا. تقاطع الريتريف، تقاطع هذول شو بيطلع عندي؟ كمان مرة هذول، مظبوط؟ على الريليفنت دوكيومنتس كلها، يعني نسبة هذول لهذول، ها؟ نسبة هذول لهذول. مثال، لو عندي أنا عندي 25 دوكيومنت وعملت كوي، قديش دوكيومنت اللي ريليفنت هاي الكويري بين 25؟ يعني عندي انا 25 دوكيومنت في الدايركت كويري، هيك يعني 25 اقول لكم عندي 25 مليون دوكيومنت عشان تصور احسن، عندي 25 مليون دوكيومنت هذا الكور مستبعد.
هاي الانترنت. وانا عملت كويت كم ريليفا، كم دوكيومنت كان لازم يرجع، يعني لو انه واحد مهني ولا سيكون سجل بروح، وكانه كم واحد حقيقة ريليفانت لهيلي؟ 14 مليون من 25 مليون. يعني لازم السيرت انجن شو سوى؟ يجيب له 14. السيرت انجن عملنا شو رجع لي؟ 12. رجع لي 12 منهم 8 من هذول ال 14 ومنهم 4 مش ريليفانت من ضمن ال 11. فبصير البريزيشن شو هو؟ نسبة الصحيح من بين بالنسبة لكل هذول اللي هو بيطلع نسبة الصحيح يعني 8 على 12 بيطلع 66%، بيطلع البريسيشن 66%. الريكول نسبة هذول بالنسبة لهذول، سوري، وبالنسبة لهذول زائد هذول، فبيطلع 8 على 14 57. وعلى فكرة البريسيشن والريكول دائما ايش؟ لا، في تريد اوف بينهم، يعني اذا زادت البريسيشن بتقل الريكول، اذا زادت الريكول بتقل البريسيشن. ها؟ هيك قال. فانو افضل وضع يكون عندي؟ هون تيجي فن في implementing search engines. نعم؟ هل واحد هل البريسيشن والريكول مفيدين؟ دائما؟ شوف لو عندك جوجل لو برجع لك البريسيشن والريكول، افرض انه يعني برجع لك الايديا بيس، اعمل لهم واحد واحد، يعني برجع لك فقط الريليفنت، هل هذا انت اللي معنى فيه؟ يعني انا بقول بير زيد يونيفرسيتي، شو عملية لازم ارجع لي؟ كل الدوكيومنتس اللي وردت فيها بير زيد يونيفرسيتي بس، مش لازم يزيد ولا ينقص، بس في عندي اشكاليه هون، كميه الاشياء المسترجعه كبيره جدا. فمرات في عندنا مشكلة لما بيكون عندنا هيوج كوليكشن أو الريزلتس عددها عالي جدا، بصير عندنا مشكلة. يعني البريزيشن والريكول از اوكي بس بتحلش المشكلة لحالها. فجوجل شو سوى؟ حلها فين؟ في الرانكينج. الرانكينج على فكرة حتى لو البريزيشن والريكول وضعهم عندي سيء بس الرانكينج مليح. لأنه عادة لما بيكون عندي هيوج كوليكشن فأنا من انا اصلا بطلع على مثلا اول 2-3 او اول 10، فحتى لو بعدها نسي يجيب لي شيء اي دونت كير، او لو جاب لي نتائج زياده اي دونت كير. المهم اهم شيء بدي اياه مرتب فوق. فاللي بقول لكم اياه انه البريسيشن والريكول مهم جدا، ولكن في مره براكتيكالي بيجي عندنا مجرز ثاني زي الرانكينج. في حد عنده اي سؤال؟ ها؟